كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء من السماء على الأرض وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. سبحانه يعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. مع حلقة جديدة في رمضان، أهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة تحت عنوان التوبة الصادقة، تحدثنا عنها فيروز عبد الله. التوبة الصادقة في رمضان، إن من أهم ما يستعد به الإنسان لشهر رمضان يكون بالتوبة الصادقة، لأن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، فلا بد لك أن تتوب قبل أن تموت. وماذا قال ربنا عن التوبة؟ قال الحق سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن في هذا الشهر الكريم يجب أن نقبل على الله عز وجل بالتوبة الصادقة الخالصة، وندعوه أن يغفر لنا ما كان من ذنوب مضت. في هذه المدرسة التي نتعلم فيها كيف نكون تائبين طائعين إلى الله عز وجل، يزداد الأجر وتزيد الحسنات، ونرى من الله عز وجل أمورا لم نكن نعلمها في غير شهر رمضان. وإلى هنا نصل إلى سؤال الحلقة، ومع فيروز فلتتفضل. ماذا قال ربنا عن التوبة؟ السؤال مرة أخرى، ماذا قال ربنا عن التوبة؟ هيا أسرع بالإجابة لتحصل على الجوائز. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.